أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحدة التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021-2022 ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شباط الحالي. التفاصيل مع الدكتور مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية باسم إدارة التعليم العالي والبحث العلمي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الأسر الأردنية التي نطل عليها عبر شاشة رؤية. نعم دكتور، اليوم هناك بعض الطلاب اللي بدهم يتقدموا عبر الموقع الإلكتروني، أعطيهم بعض النصائح وأيضا ارشدهم إلى التقديم في الطريقة الصحيحة. نعم ستي، الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني بداية بتمنى على جميع أبنائنا الطلبة عدم الاستعجال في عملية تعبئة طلبات القبول الموحد. إحنا العملية بدأت اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وستستمر حتى الساعة 12 مساء يوم السبت القادم، وبالتالي نحن نتحدث عن 5 أيام كافية حتى يقوم الطالب بإدخال خياراته بشكل دقيق يضمن عدم وصوله لا سمح الله إلى مرحلة سوء الاختيار. سواء قمت بتعبئة الطلب أول يوم أو آخر يوم لن يؤثر هذا الأمر في عملية المنافسة من حيث المعدلات وعملية القبول. كذلك بتمنى على جميع أبنائنا الطلاب أنهم يطلعوا على كل البيانات والمعلومات المتوفرة على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، خاصة التخصصات المطروحة، طبيعة هذه التخصصات، مجالات العمل، الرسوم الجامعية، الموقع الجغرافي، حتى يتمكن الطالب من تكوين فكرة كاملة عن التخصص الذي يرغب بدراسته من حيث توافقه مع قدراته ومع رغبته الشخصية، أيضا توافقه في الجامعة مع مكان سكنه، وأيضا الرسوم الجامعية من حيث الوضع الاقتصادي. أيضا أختراني هناك بوابة إلكترونية لا تقل أهمية عن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، وهي بوابة اختر تخصصك التي تساعد أبنائنا الطلبة بكم كبير من المعلومات عن التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة ليس فقط في سوق العمل المحلي في المملكة، بل أيضا في بعض أسواق الدول المجاورة والدول الإقليمية، وتعطي الطالب فرصة للتفكير خارج الصندوق والبحث عن التخصصات فعلا المطلوبة لسوق العمل. مش بالضرورة أن يكون ارتفاع معدلك في الثانوية العامة هو المعيار الوحيد الذي يدفعك لدراسة تخصص قد يكون مطلوب مجتمعيا ولكنه للأسف لا يوفر لك فرصة عمل جيدة في المستقبل. دكتور، في تخصصات طرحت جديدة؟ على الدورة التكميلية الحالية لا، ما في تخصصات جديدة، هما نفس التخصص 20 تخصص التي تم استحداثها بداية العام الجامعي الماضي اللي هو بداية الفصل الدراسي الأول، لأنه عادة استحداث التخصصات يتم في بداية العام وأغلب هذه التخصصات ما زالت مطروحة على الفصل الدراسي الثاني. نعم دكتور، إذن في خلال هذه الخمس أيام يستطيع الطالب عبر ما تحدثت عنه وهو اختر تخصصك، هذه البوابة، أن يختار التخصص الجامعي لربما قد يكون الجديد أو المستحدث ما فيه إشباع بالسوق، فاليوم الطالب بيقدر يغير التخصص التقليدي لتخصص آخر، ما إن كان هو بحاجة إلى استشارة بشكل مباشر حول قدراته مثلا، هل يستطيع التواصل مع الوزارة بأي شكل؟ بالتأكيد إحنا أبوابنا مفتوحة وأرقام هواتفنا أيضا مفتوحة، أي استشارة نستطيع أن نقدمها لأبنائنا الطلبة نحن على أتم الاستعداد. أيضا يمكن لأبنائنا الطلبة فرصة بالتواصل مع رؤساء الأقسام وعمداء الكليات في الجامعات الذين يمتلكون معلومات أكثر من الوزارة عن هذه التخصصات وخططها الدراسية. أحيانا كثيرة زيارة الموقع الإلكتروني أيضا للجامعة المعنية يتضمن كثير من المعلومات، خاصة الاطلاع على الخطة الدراسية والمساقات التي تدرس في هذا التخصص، وهذه فرصة تساعد الطالب أيضا في التعرف بشكل أكثر على هذا التخصص ومدى توافقه مع قدرته الشخصية ومدى توافقه الأهم مع رغبته في دراسة هذا التخصص. نعم، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور مهند الخطيب، نتمنى لكم طبعا كل التوفيق ونتمنى لجميع الطلبة التوفيق. معكم 5 أيام تستطيعون بشكل يعني حاسم وجاد أن تتخذوا قرار تخصصكم إن شاء الله، وهذا القرار يجب أن يكون مبني على القدرات الشخصية وحاجة السوق. شكرا جزيلا لك دكتور مرة أخرى.